الموجز الرياضي نقدم لكم من قناة شوف تيفي، أهلا بكم. نستهل موجزنا الرياضي من البطولة الاحترافية، حيث فاز فريق الفتح الرباطي على المتصدر الوداد البيضاوي بهدف دون رد من قدم اللاعب مراد باتنا، ليقلص الأخير فارق النقاط بينه وبين الوداد بنقطة واحدة. ودوليا، توج نادي برشلونة الإسباني بلقب الدوري الإسباني على حساب فريق غرناطة بتسجيله 3 أهداف لصفر برسم الجولة ما قبل الأخيرة من الليغا. الأهداف الثلاثة سجلها الأوروغوياني لويس سواريز. دوليا دائما توج نادي بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني اليوم السبت على حساب فريق هانوفر ب3-1. وإلى خبر آخر، حيث تعرضت حافلة فريق رجاء البيضاوي اليوم السبت إلى هجوم خطير من طرف محسوبين على جماهير الوداد، حينما كانت تقل فريق الأمل من مدينة أسفي صوب مدينة الدار البيضاء. ونختم من هذا الخبر، حيث تراجع حسن بن عبيشة مدرب الكوكب المراكشي صباح اليوم السبت عن قرار استقالته التي أعلن عنها مباشرة عقب نهاية مباراة فريقه أمام الدفاع الحسني الجديد أمس الجمعة بملعب مراكش الدولي برسم مؤجل الدورة 23 من البطولة الاحترافية، والتي انتهت ب3 أهداف لهدف واحد. وحسب بعض المصادر، فإن قرار التراجع عن الاستقالة جاء عقب تدخل بعض أنصار ومسيري ومنخرطي الفريق المراكشي لثني الإطار الوطني عن الاستقالة، مضيفا أن المدرب بن عبيشة يقوم بعمل كبير مع الكوكب المراكشي، خاصة أنه يسير في الاتجاه الصحيح في المسابقة الإفريقية. الموجز الرياضي انتهى، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.